بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة أينما كنتم. نافخ الجير والأيام الكاشفة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة 664 لقاء الاثنين من ملك وكتابة، يأتي في توقيت مهم جدا. مصر تحتفي بإنجازها الكبير جدا في تنظيم واحدة من أفضل وأروع بطولات كأس العالم لكرة اليد وسط حفاوة دولية كبيرة، لكن ماذا عن نفخ الكير؟ بسرعة كده عشان القضية الرئيسية بتاعتنا. عايزين نفرح شوية مع الهاندبول. الناس اللي تصورت ان الكدبة ممكن تعيش، الناس التي تصورت انها تنفخ في الجير فلا تلوث انفسها، تأتي الايام كاشفة. كل الناس اللي كانت بتتكلم وتسمم العلاقة بين الاهلي وجماهير المحافظات الاخرى اليوم تتحدث بلغة ترد بنفسها على نفسها والدور المشبوه اللي كان بيلعبه. ترد بنفسها والدور المشبوه، والمهندس عدلي داخل سخن لأن الحلقة فعلا فيها كلام مهم جدا، كلام كاشف وكاسف للأسف. لكن خلونا دلوقتي نقول لحضراتكم أبرز عناوين الحلقة. مقالي ومقاله النماذج الرياضية المشرفة. الغربال ومين غيره يستحق الأيزو. بعضمة لسانه معاك ورقة وقلم. الشموع الحمراء أحمد حسنين باشا. أسرار الملك فلافيو الرأس الذهبية. وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده المحتوى اللي ان شاء الله نتمنى ان احنا نتمكن من ان احنا نناقشه كله او جزء كبير منه. لكن ضربة البداية كما تعودتم، مقالي ومقاله والنماذج الرياضية المشرفة يا باشمهندس. احنا قلنا ان تنظيم كأس العالم لكرة اليد هو التحدي الاكبر العالمي اللي بيترقبه العالم كله عشان يستلهم من التجربة المصرية في حالة نجاحها بإذن الله واكتمال النجاح، يستلهم منها القرارات المستقبلية للبطولات القادمة بما فيها الدورة الأولمبية. صحيح. وقلنا ازاي ان اليابان تنتظر نتيجة هذه التجربة. اليابانيين مفتحين عينيهم. ومصطلح الفقاعة الطبية اللي هو يعني ده النهاو بتاع مصر في إقامة البطولة وتوقي الحذر، إجراءات الحذر الناجحة لحد الآن والحمد لله إن شاء الله. النجاح الأكبر اللي دعمه بقى كمان المشوار بتاع فريق كرة اليد، المشوار الناجح إلا حتة. تخيل أنت لو كنت كسبت السويد الثواني الأخيرة أمام السويد، أمام سلوفانيا عايز علاج، تبقى أنت متقدم ومش قادر تحتفظ بتقدمك. لو كسبت السويد أو تعادلت معاها كان زمانك أنت امبارح ما كناش واجهنا الدنمارك لان كنا هنتصدر المجموعه بتاعتنا. حقيقي احنا في 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 الدور اللي فات ده انتصارين وتعادل، بينما السويد تعادلين وانتصار، لكن هي النقطتين اللي دخلوا بيهم وتفوقها في اللقاءات المباشره بيننا وبينهم خلاهم يتصدروا. لكن الى الان نقدر نقول ان الفريق المصري يتطور من مباراه الى اخرى. تمام. منتخب مصر يا جماعه دلوقتي بين الثمانيه العظماء في العالم، واحد من 8 منتخبات تاهلت الى دور الثمانيه في كاس العالم. احنا بنتكلم على كاس العالم. على فكره ده تكرار نتيجه البطوله الماضيه. صحيح. اذا هو مستوى، لكن لما يرقى التكريم والتقدير الى مصاف رئيس الجمهوريه، لما نلاقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يكتب تويته محييا ومهنئا ابنائه المصريين على هذا التنظيم الرائع وعلى هذا الاداء المشرف جدا، ونجد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد المباراه بعد الفوز على سلوفينيا كتب اهني ابنائي من المنتخب الوطني لكره اليد على الصعود المستحق لدور الثمانيه والاداء المشرف، كما اؤكد، وده المهم، كما اؤكد على فخري ودعمي الدائم لجميع النماذج الرياضيه المصريه المشرفه وكافة الأنشطة الرياضية في مصر باعتبارها
من أهم ركائز بناء الإنسان، وأكرر ترحيبي بجميع الوفود الرياضية المشاركة، متمنيا لمنتخبنا الوطني التوفيق في صنع إنجاز رياضي جديد. هنا رئيس الجمهورية باشمهندس يثمن ويقدر هذه النماذج الرياضية المشرفة. لماذا هذا التقدير؟ انت وصلت دور الثمانية، انت لسه ما خدتش البطولة، ولكن هذا الوصول الى دور الثمانية والاداء الذي يؤديه فريق كرة اليد دعم القرار المصري بتنظيم البطولة والنجاح المصري في اتخاذ الاجراءات وكمل الصورة الحلوة والمشهد الدولي لمصر في وهو ما فشلت فيه كرة القدم عندما استضفنا كأس الأمم الإفريقية. كل شيء كان رائع ودولة عاملة اللي عليها تماما، ولكن لم ينجح الفريق المصري في تجاوز هذا الدور. إذن الرياضة بتدعم، والرياضة كان زمان يقول لك الرياضة ما تخشش في السياسة، بس هم بيدعموا بعض. يعني أصبح أي نجاح، أي أغنية جميلة، أي فيلم حلو، أي بطولة فردية، هو القوة الناعمة بتاعتك اللي تخلي العالم يبص عليك البصة اللي انت تتمناها. فريق كرة اليد عليه ان يعني يمسك في الفرصة دي. الرئيس الدولة بيتابعك ماتش بماتش، دور الثمانية بيقول لك يلا جواهد وشد على يدك، فانت لو كسبت بإذن الله الدنمارك بطولة العالم مش بعيدة عنك. لو عدنا الدنمارك، الدنمارك يا جماعة يوم الأربعاء ان شاء الله الساعة 6:30 مصر والدنمارك. الدنمارك تأهلت أول المجموعة الثانية، ومصر طبعا تأهلت تاني المجموعة الرابعة خلف السويد، والمباراة الكبرى المرتقبة يوم الأربعاء 6:30. عايز أقول لك حاجة. قول لي حاجة. كذا مباراة لاعب المباراة يطلع من مصر. كويس؟ جميل. طب مشكلتنا فين؟ مشكلتنا التعامل مع الدقائق الأخيرة. مشكلتنا مع الدفاع احيانا. والدفاع احيانا يكون معذور واحيانا ما يكون مش معذور. هو معذور في مواجهه الاجسام بالغه القوه والطول، والنهارده بنشوف بلاد السنتر فورورد بتاعها حاجه يلف بونش مش بلعيبه. وكره اليد بصفتي كنت لعيب كره يد يعني كنت ونش ما كنت لا عارف المشكله دي. وكنت انا لما في وقت ما مدير الفرق القومية عضو اتحاد كرة يد. كنت بخاف من الدقائق الأخيرة، وبخاف من النماذج اللي هي درجة احنا الكونغو شفنا راجل بكرش قد كده. طب هم مش هو بياخد اللعيبة يلف بيها، ده المطلوب انه يمسك الكورة وبإيد واحدة. دلوقتي التقاط الكورة أصبح مهارة. التقاط الكورة بإيد واحدة والتمويه واللي سهل الحركة على طول. لأنك يا بتاخد ضربة جزاء، لأنك بتاخد المدافع إلى الدايرة جوه، يا بتشوط على الجون و90% بتبقى هدف. مصر يجب يعني اعتقد انها تنبهت الى هذا مع مدير فني واحد من المصنفين على مستوى العالم الافضل. حراسه المرمى عندنا بخير. القوه الضربه الهجوميه لا، في عندنا باكين دلوقتي ثلاثه في منتهى القوه، عندنا صناع لعب كويس، الطرفين عندنا طرف منهم عالمي سند ده هو محترف بره. عندنا ممدوح ابن ده في المنتخب في البطوله سنة. ما هو انا اعتقد انه احسن جناح ايمن في البطوله حتى الان. اذن انت عندك العناصر اللي ممكن بشيء من التنظيم والروح بقى. ما هو الدفاع ده روح. ايوه. وتسليم السلام وقمه العمل الجماعي. ايوه. في دفاع كره اليد اللي عايز يتعلم العمل الجماعي ما فيش واحد انا مالي يابا ابدا في اللعبه دي. اللي يطنش بيضيع فرقته وما يقدرش يصلح موقفه. فباذن الله اللي جاي يكون افضل، اللي جاي مع الدنمارك ان شاء الله بتركيز واصرار. احنا لحد دلوقتي نعدي الدنمارك يا رب. ما كسبناش الدنمارك ابدا في كاس العالم لحد دلوقتي. ويوم ما بنطلع معاها فارق بسيط، لكن كمان الدنمارك مش جايه لنا في احسن حالاتها. فاحنا ليه؟ عشان كورونا والاعداد والكلام ده. او لكن دي الدنمارك عندهم باكين مش ممكن، وده كاس العالم. احنا عايزين يعني انت عايز تروح بعيد بقى يا حبيبي. لا. اكسب الدنمارك ونتواعد في الفاينل باذن الله ان شاء الله. طيب المهندس عدلي اشار لسند محمد سند الجناح الايمن للمنتخب، لاعب نادي نيم الفرنسي، هداف منتخب مصر في البطوله، سجل 32 هدف
محمد ممدوح هاشم لاعب بوخارست الروماني سجل 29 هدف في الدنمارك بيتصدر قائمة هدافيه. اللاعب جيتزل ماتيوس سجل 21 هدف سنه 21 سنة وسجل 28 هدف. عايز أقول لكم المقارنة بين الدنمارك، لأن كل ما تكلم حد الدنمارك تكاد تشعر بالقلق والخوف لأنه فعلا فريق قوي. هقول لكم رقمين بطل العالم، هقول لك رقمين يبينوا لك حجم قوة الفريق الدنماركي. منتخب مصر سجل في البطولة لغاية دلوقتي 184 جول من كم محاولة بقى؟ من أصل 268 تصويبة، يعني بنسبة دقة التصويب بتاعتك 68%. 184 هدف من 268 تصويب. ده معدل الدنمارك. قبل المباراة الختامية اللي هتلعبها لسه مع كرواتيا لعب أو سجل 170 هدف من 231 تصويبة. النسبة بتاعته دقة التصويب 72%. يعني هم 72% احنا 68%. قريب. النسبة مش بعيدة. حراسة المرمى طبعا المنتخب الدنماركي تلقى 162 تصويبة. الحراس بتوعه تصدوا ل 53 تصويبة بنسبة نجاح 32%. منهم 33 تصويبة من داخل المنطقة. نجحوا في إبعاد 9 تصويبات. كريم هنداوي والطيار حارس منتخب مصر من 210 تصويبة نجحوا في التصدي ل 64 تصويبة بنسبة نجاح 30%. قريب. من بين 59 تصويبة على الدائرة نجحوا في التصدي ل 15 تصويبة. إذن الأرقام قريبة جدا. قريب. سواء في دقة التصويب أو التصدي. إنما لما تشوف عدد المحاولات اللي عليك تلاقيها كتيرة. ده معناها إيه؟ أيوه. خلي بالك كرة اليد. أيوه. زي الألعاب الجماعية دلوقتي تدافع كويس تكسب المباراة. لأن الفاست بريك أنت لما بتقطع الكورة بتعمل هجمة مرتدة سريعة نسبتك في الـ في الـ في الـ في الهروب بالنتيجة بتبقى عالية جدا. ودي يجب إن احنا هجومنا يركز إنه لما يشوط الجون ما يمسكش الكورة. ما يمسكش الكورة. ما تديها لي يعني تيجي ازاي أنا ما أعرفش. لكن لو مسك الكرة هتبقى فاست بريك عليه. بالظبط. نتمنى الفوز لفريقنا. خبرات عندنا لعيبة صاعدة 20 سنة و19 سنة و21 سنة. لو كان عندنا فرصة للجمهور تخيلوا البطولة دي كان فرق. لو جمهورنا في المدرج عارف لو جمهورك فرق ب 20% طبعا وده وارد. هيزيد عن 20% دعم وحجم تأثيره في الملعب. حط 20% على الأرقام اللي بتقولها دي. كان زمانك في حتة تانية. كان خلى درجة الحماس عالية جدا. لكن للأسف إنما الدعم الرسمي اللي اللعيبة بتاخده إحساس المنتخب بأنه كل البلد في ظهره. رئيس الوزراء وهو لاعب الدكتور مصطفى مدبولي قاعد في المدرج بأعصابه لاعب هندبول قاعد متابع كورة بكورة والكاميرا كل ما بتجيبه عايش المباراة قوي. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، الاستاف بتاع مجلس اداره الاتحاد المصري، وزير اهو ادي المقصوره الرئيسيه والكل على درجه الحماس والمتابعه. وراهم رئيس الدوله ورئيس الجمهوريه يكتب ويحيي ويثمن ويقدر ويدعم لانه يقول لهم ان انا بعبر عن فخري واعتزازي بكل انسان مصري بيساهم في إسعاد المصريين وإعلاء شأن الوطن. دي الرسائل اللي كانت مهمة جدا في التأكيد على النماذج الرياضية المشرفة زي ما أكد رئيس الجمهورية. واللي حنتمنى إن شاء الله تعالى يوم الأربع أمام الدنمارك نبذل كل ما علينا. لكن مؤكد إن احنا خدنا كأس العالم في التنظيم حتى الآن. أيوة. مصر فازت بكأس العالم في التنظيم طبعا. هذا التنظيم الرائع في التحدي لهذه الجائحة الصعبة في إثبات قدرة المصريين على إنجاز ما قد يراه الآخرون مستحيلاً. لا أنت بتعمل النهاردة حدث العالم كله بيتكلم عنه. هذا إنجاز رياضي سياحي سياسي من الطراز الرفيع. صحيح. نتمنى إن شاء الله تعالى تكمل على خير بإذن الله. ده كان أبرز ما قالوا وما قالوا، ولكن هناك كلام كثير في الغربال ومن غيره يستحق الأيزو على ذكر النماذج الرياضية المشرفة برضو. لمثل الأهلي جعلت الأيزو. لمثل الأهلي جعلت الأيزو. وجعلت كل ألقاب النجاح والتميز الحقيقة والله. يعني لمثل المواقف الصعبة واختبار القدرات الذاتية العالية جدا والقدرة على قهر الصعاب
جعل الأهلي ولمواقف التحدي وإثبات الجدارة الرياضية الكاملة خلق الأهلي، ولنيل الألقاب الفريدة والثمينة أيضا خلق الأهلي، وده مش من فراغ. شوفوا حتى كلام رئيس الجمهورية وهو بيثمن النماذج الرياضية المشرفة. النهاردة النادي الأهلي بيستقبل وفد جائزة الأيزو اللي بتمنح للنادي الأهلي كأول نادي في أفريقيا ينال هذه الجائزة، انطلاقا من ريادة الأهلي وحرص مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على التطوير المستمر في قطاعات الأهلي المختلفة. حصلت إدارة النادي على شهادة المطابقة مع المواصفات الدولية أيزو ليصبح الأهلي أول نادي رياضي في الوطن العربي وقارة إفريقيا يحصل على هذه الشهادة اللي بتعكس رغبة القائمين على النادي في وضع الأهلي في مصاف الأندية الكبيرة عالميا. المهندس عثمان محمد عثمان رئيس شركة الشرق الأدنى للخدمات NES قام بتسليم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي شهادة الأيزو في حضور العديد من أعضاء مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي للأهلي العميد محمد مرجان. طبعا ده جه يا باشمهندس بعد عملية تدقيق كبيرة جدا على أنظمة النادي أو الأنظمة الإدارية في النادي. كان في فريق مراجعين جايين خاصين بهذه الشركة اللي هي شركة الشرق الأدنى للخدمات ممثلة للهيئة الأوروبية لإصدار شهادات الأيزو. دي واحدة من كبرى الهيئات المانحة لشهادات نظم الإدارة في مصر وأوروبا طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة اللي هي الأيزو. الأيزو 9001 لسنة 2015. مجلس إدارة النادي استقبل وفد الشركة في لحظة مهمة جدا تقديرا لهذا الجهد وهذا النمط الإداري المهم. قيمة الجائزة دي ايه؟ اتفضل. هي معروفة من سنين الأيزو دي بتتاخد في المجالات اللي هي بتطابق المواصفات العالمية والجودة. تمام. هي شهادة لتأكيد الجودة بتاعت المكان. وفي نفس الوقت المكان بيستفيد ايه؟ انه بيشعر لما يحصل عليها انه ماشي صح. وده حرص النادي الاهلي. هو احنا ماشيين صح ولا محتاجين تعديل في حاجه؟ فلما جم الناس ودققوا وحللوا وجدوا ان النادي الاهلي تنطبق عليه كل المعايير اللي تستحق منح هذه الشهاده. طب الاهلي عمال كل يوم والتاني ياخد شهادات، هل النادي الاهلي سعى فخلق نظام ياخد بيه الايزو؟ ولا هو النادي الاهلي عنده تراث وعنده معايير وعنده تقاليد وعنده نظام وعنده كيان مؤسسي انطبقت عليه المعايير؟ لا، الحاله الثانيه. ايوه، لان الاهلي جينيون. أيوة. مش فيج اصلي. أيوة. مش زائف. أيوة. هو مش بيعمل ايفنت عشان ياخد عليه الايزو، هو عنده نظامه المؤسسي بيقفل له التميز اللي حب يطمن، فاكتشف ان نظامه المؤسسي وصل لدرجه التميز يستحق ان ياخد الايزو. هذه الاصوليه الاصل الجداره، مش انك تبقى انت يقول لك انسان حقيقي، يعني اللي بيقوله لا ده جواه متجذر اصلي. فالنادي الاهلي أصلي. حقيقي جنون اصلي مش زائف، كل شيء بيقوله له اساس ومرجعيه وجذور وتاريخ طويل. فالايزو بيدعم هذا التاريخ وبيدعم توجهات النادي الاهلي. هذا ليس تفاخرا يا جماعه، ولكن والله احنا بس بنشرح هو النادي الاهلي ده ايه للناس. لهذا نعشق النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم. صحيح. طيب الكابتن محمود الخطيب اعرب عن سعادته الكبيره بهذه الجائزه وقال ان هذه الخطوه تعكس اصرار مجلس اداره النادي على السير بقوه لتحقيق اهداف الاهلي في كل الاتجاهات، ليس فقط الرياضيه والانشائيه ولكن الاداريه ايضا. في ظل البحث دائما عن وضع النادي في المكان اللي بيستحقها على كل الاصعده وبالشكل اللي بيلبي طموحات اعضاء وجماهير الاهلي زي ما بياكد الكابتن محمود الخطيب وحضراتكم شايفينه في الصوره وهو بيتسلم من المهندس عثمان محمد عثمان رئيس مجلس اداره الشركه هذه الجائزة الكبرى. قال الكابتن محمود الخطيب انه النادي بيسعى لوضع كيانه الاداري في مصاف الانديه العالميه الكبيره، وقال هناك المزيد من الشهادات المعتمده ايضا في هذا المجال التي يتطلع النادي للحصول عليها خلال الفتره المقبله لاستكمال الطفره الاداريه اللي بتشهدها ادارات الاهلي المختلفه.
أكد الكابتن الخطيب على تقديره للتعاون مع شركة NES اللي تعد واحدة من كبرى الهيئات المانحة لشهادات نظم الإدارة في مصر وأوروبا طبقا لمتطلبات المواصفات الدولية لنظم إدارة الجودة. وقال الكابتن الخطيب يا باشمهندس إن الحصول على شهادة الأيزو يحمل الأهلي مسؤولية كبيرة تجاه أعضائه وجماهيره من أجل استكمال الطفرة الإدارية النوعية اللي بتشهدها إداراته المختلفة. طبعا اللي فضل. عجبني اللي عجبني في المجلس ده برئاسة الكابتن الخطيب ومجموعته انه ماشي بخطة، ماشي برؤية، ما عنده مشروع للنادي الأهلي. هذا المشروع رياضي إداري إنشائي ماشي بيه، وكل يوم تشعر انه بيفاجئوك بفكر انت مش متوقعه. لكن هما بيسعوا الى ايه؟ بيسعوا الى ايه؟ بيسعوا الى ايه؟ بيسعوا الى ايه؟ النهارده لما جم عملوا مشروع عائله الاهلي فاكتشف انه تجاوزوا، بعد ما كانوا بيقول لك عملنا البرنامج في حاجات تجاوزت البرنامج كمان عديته. ايوه هو مجلس يمضي قدما، يمضي بخطه، يمضي برؤيه، يمضي بمشروع، والمجلس ده بيؤسس لمرحله قادمه شديده الاهميه باذن الله. وبيقول ان الاهلي بكل الصعوبات التي لم يصادفها مجلس في اي عصر من العصور، تحديات داخل وخارج وظروف حواليك، ما بين مشاكل، ما بين كورونا، ما بين انك انت فجاه تكتشف ان انت عليك ان تعتمد على ذاتك وتطور مواردك وتواصل تحدياتك الانشائيه، فانت ماشي لحد دلوقتي والحمد لله بنجاح واضح جدا جدا في كل النواحي دي. ده كمان برهان على قدرات الكابتن محمود الخطيب كرأس للمجلس الاداريه وتميزه الاداري، لان دي كانت القضيه المطروحه في الانتخابات اللي فاتت. فانتوا شفتوا انا حاسس هذا حاجة. البرهان الحقيقي اللي جاي من قبل شركات عالميه كبيره تشهد للاهلي بهذا التميز في النسق الاداري بتاعه، واللي خلت المهندس عثمان محمد عثمان رئيس مجلس اداره شركه الشرق الادنى للخدمات NES يقول الاهلي سباق دائما صاحب رياده في كافه المجالات ليس فقط الرياضيه ولكن الاداريه والانشائيه. قال انه الشركه العالميه اوفدت فريق عمل تجول في فروع النادي المختلفة، عمل جولات مستمرة في مقرات الأهلي في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد. هذه اللجان دونت تقاريرها وعبرت عن مثالية سير العمل داخل النادي الأهلي سواء على الصعيد الإداري أو منافذ الخدمات والبيع داخله، وده بيعكس مدى حرص المسؤولين داخل الأهلي على الوصول إلى أعلى معدلات النجاح في هذا المجال. شوف كابتن الخطيب في الفترة الأولانية، ودي فات المرحلة دي يا كابتن صالح، انه صغير وعايز ينضج ولسه بدري عليه يبقى رئيس نادي. كابتن الخطيب قال له ايه؟ هو لعيب كويس بس خبراته الإدارية. ايوه بعد شوية بقى السؤال بعد ما لقوا بعض الإنجازات، هل ظلم الخطيب اللاعب الخطيب الإداري؟ المقارنة بقى ابتدى الإحساس ان ممكن يكون اللعيب الخطيب الاداري ظلم شويه بالشهره الفائقه والمكانه بالوهج بتاع الخطيب اللاعب الاسطوريه ليه لعب. اعتقد ان السؤال بقى دلوقتي هل يتفوق الخطيب الاداري على الخطيب اللاعب؟ دي المرحله اللي بيتهيألي الكابتن الخطيب حاططها في دماغه قبل ما تنتهي الدوره ان شاء الله. وفد الشركه ضم المهندس عثمان محمد عثمان رئيس مجلس اداره، نائبه المهندس محمد توفيق، والمهندس مجد الزلباني رئيس فريق المراجعة لنظم الإدارة، والمهندس أحمد نبهان مدير إصدار الشهادات، والمهندس أحمد حمزة مراجع نظم الجودة، والمهندسة السالي أحمد عمر استشاري نظم الجودة، والمهندس السيد عيد استشاري نظم الجودة، والمهندس مؤمن رفعت مساعد نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس كريم الشاعر مدير قسم الأغذية والضيافة. ده فريق العمل في هذه الشركة العالمية اللي منحت الأهلي. طيب دلالة ده في الرياضة ايه؟ هذا التميز الإداري العالي جدا. شفنا ماليا ازاي هذا المجلس قدر يضاعف الإيرادات ويعظم الموارد ويوصل بميزانية الأهلي ما شاء الله إلى رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ النادي والأندية الرياضية. لكن على الصعيد الرياضي هذا التميز الإداري في انضباطه ودقته وسلامته أفرز ايه خلال هذا العام؟ وخلينا نقول خلال هذا العام بس، يعني خلال
سنة 20. الحقيقة تجميعة كده سريعة لبطولات الأهلي في كل الألعاب في خلال هذا السنة عشان تشوفوا مردود هذا التميز الإداري على الناحية الرياضية. الأستاذ علي ماهر يمكن على الفيسبوك عمل هذه التجميعة في كل الألعاب يا باشمهندس. ألاقي في الكرة الطايرة الأهلي حقق 9 بطولات للرجال، 3 دوري 3 كاس، 2 أفريقيا وبطولة عربية. عمل في بطولة الطايرة للسيدات 9 بطولات، 3 دوري 3 كاس، 2 أفريقيا وبطولة عربية. في كرة القدم الأهلي عمل 7 بطولات منهم 3 الثلاثية الكبيرة، 2 سوبر مصري، أبطال أفريقيا وكاس مصر. ألاقي في كرة اليد سيدات في 5 بطولات، في كرة اليد رجال في 3 بطولات، في كرة السلة رجال في 2، في كرة السلة سيدات 7 بطولات، وده بخلاف طبعا البطولات الكبيرة والكتيرة في ألعاب القوة وفي السباحة وفي الجمباز والكاراتيه. أنا قبل ما نطلع فاضل عايز أقول إحنا ليه ساعات بناخد المجهود المنظم ها لبعض ولادنا من 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 شباب الاهلاويه اللي بيجتهدوا ويعملوا مثل هذه الاحصائيات وبعض المواضيع انا شخصيا بقراها بتعلم منها حاجات. موقع القاهره 24 موقع القاهره 24 او اي يعني ده مجهود شباب طالع صحيح. احنا عايزين نحفز شباب الاهلاويه انه يجروا وينقبوا في تاريخ النادي الاهلي ويوثقوه. ده توثيق، نوع من التوثيق. فعايزين نفتح نفس الناس من الاخر كده. طيب هنطلع لفاصل دلوقتي وبعد الفاصل هنشوف ماذا ينتظر الأهلي بكرة إن شاء الله. أهلا بحضراتكم من جديد. جزء من سلامة الموقف الإداري في النادي الأهلي وانضباطه فيما يخص كرة القدم، لأن كرة القدم بكل تأثيرها بكل أهميتها بكل ارتباط الملايين بيها، كان من حسن الإدارة أن أنت بتعمل لجنة تخطيط بتخطط على مدى طويل لكرة القدم وعلى المدى القريب. فشفنا انه بمجرد ما ريني فايلر السويسري بيمشي في نفس اليوم بيتم التعاقد مع مدرب السان داونز الجنوب افريقي بيتسو موسيماني علشان الهدف القريب وعلشان واحد من الكفاءات اللي كانت مرصوده بشكل جيد. ده كان حسن التفكير وحسن اختيار التوقيت. لكن كمان النهارده لما يطلع لجنه التخطيط مع الجهاز الفني والاداري في النادي أبدأ أحافظ على قوة الفريق للمدى الأبعد، فيتم تجديد عقد أليو ديانج وحمدي فتحي تمديدهم 2 سنين عشان يكون لسه قدام منهم 5 سنين مع النادي الأهلي يا باشمهندس. إحنا قلنا إيه؟ الأهلي أصيل، أصلي جنون مظبوط، مش عشوائي، مش أفكار كده. أنت قلت بمجرد ما مشي فايلر تاني يوم كان في مدرب تاني، ومدرب يناسب المرحلة، وكملنا في سلاسة محدش حس حاجة، بالعكس حاسس ان في خطوه لقدام. بالظبط. طيب المشهد ده مش بيتسق تماما مع المشهد المادي المالي والاداري عندما انسحبت شركه رعايه بعد اسبوع كان في شركه اخرى بمبلغ اكبر. بالظبط. هذا ال- 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 عمليه مواجهه الازمات بالشكل ده، ده معناه ان وراه اداره هيملي واخده خطوه بدري سابقه الازمه، سابقه المشكله. ما انتش بتشتغل كرد فعل، انت عامل حسابك دايما عندك خطه ا وخطه ب، خطه ا فشلت، خطه ب جاهزه للتنفيذ. اللي حصل ده وانا عايز اقول حاجه بقى هقول لك طب ما هو ده كان من الاول. لا يا جماعه، دي مرتبطه ايضا بنوعيه اللعيبه ومدى حرصهم على البقاء. لان في لعيبه قطعا من اللي مشت النادي الاهلي كان بيتفق معاها من بدري. يعني هو انت لما يكون لعيب عقده سنه اعاره انت هتكلمه امتى؟ قبليها بشهرين 3 وده اللي حصل. انما اللعيب بقى رغبته هو ايه؟ دايما لما بيكون لعيب حريص انه يستمر بتلاقي الدنيا ماشيه بسلاسه. يدهشك ان كل اللعيبه اللي جت من بره النادي الاهلي هي الاحرص على البقاء في النادي الاهلي. ايوه. لانها جت شافت وقارنت باللي كانت فيه. اللي بيعيش العز وياخد عليه ها ما بيشوفوش. لكن اللي بيجي من بره لا ده الاهلي مختلف، انا عايز استنى هنا اللي جرب غيره. فانا عايز اقول حاجه، كلمه ولاد النادي تاني وتالت ورابع، انا ابني اللي يسال عليا ويديني الدواء ده ابني، اللي يسيبني ويقف على الناصيه يلعب مع اصحابه ماليش دعوه بيه.
طيب موسيماني اعلن قائمه الاهلي لمواجهه بيراميدز بكره ان شاء الله تعالى 7:30 الاهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز، مباراه مرتقبه ومهمه جدا في استاد الدفاع الجوي. الاهلي زي ما شفتوا الفتره الاخيره حافظ على صدارته للمسابقه 20 نقطه من 8 مباريات، فاز في 6 وتعادل مرتين. بيراميدز في المركز الخامس ب 13 نقطه من 8 مباريات، فاز في 3 وتعادل في 4 وخسر مباراه واحده. ايه القائمه بقى اللي هتخوض مباراه بيراميدز؟ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني واحمد رمضان بيكهام وياسر ابراهيم وايمن اشرف وبدر بنون اللي بيرجع للقائمه بعد تعافيه وسعد سمير وعلي معلول وعمرو السليه واليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات محمد مجدي قفشه وطاهر محمد طاهر وكهربا وصلاح محسن ومحمد شريف ومروان محسن وولتر بواليا. النهارده المسحه اللي اتعملت للاعيبه الاهلي الحمد لله كلها كانت سلبيه باستثناء اكرم توفيق واكرم لغز الحقيقه لانه في البدايه كانت بوزيتيف، خضع للعزل والعلاج يومين ثلاثه رجعت بقت سلبيه، رجع يتمرن تاني. النهارده في المسحه ظهرت العينه من جديد ايجابيه، بعت الجهاز الطبي يعيد له المسحه للتاكد من نتيجه العينه بتاعته. موسيماني عمل محاضره مع اللعيبه بالفيديو عشان يشرح لهم كل شيء من وجهه نظره فنيا عن فريق بيراميدز. بكره الثلاث الاهلي وبيراميدز المقاولين وسموحه من الاسبوع الثامن، يوم الخميس البنك الاهلي مع طلائع الجيش، الاتحاد السكندري مع غزل المحله، الزمالك والمقصه، ويوم الجمعه سيراميكا كليوباترا والجونه، ووادي دجله مع اسوان، والانتاج الحربي مع المصري. يوم السبت المقاولين وانبي والاسماعيلي وبيراميدز مؤجله من الاسبوع الثامن. الاهلي وبيراميدز مواجهه كيف تراها يا باشمهندس؟ لا مواجهه مهمه في كل الاحوال، مهما الناس شايفه ان نتائج بيراميد مش على قدر التوقع او الاسماء اللي موجوده فيه، لكن يبقى فريق عنده كل عناصر المنافسه القويه والفريق قوي، خطوطه متكامله، بدلائه موجودين، حوافزه مؤكد موجوده خاصه امام الاهلي. لكن في الاخر ده الاهلي، ايوه الماتش بين الله يكون ممتع، كل اللي نطلبه العداله زي ما الناس كلها بتتكلم، كل اللي نطلبه العداله التحكيميه، لان في بعض الماتشات السابقه في هذا يعني ما اسموش ديربي لسه، لكن هو في طريقه الى ان يصبح ديربي يعني، ما كانتش العداله متحققه قوي. فأنا أرجو سواء التحكيم مصري، التحكيم أجنبي، التحكيم إن اللي يجي يا إخوانا مالكوش دعوة بحاجة غير إنه تدوا لكل واحد حق بس، يطلع بعد كده بيراميد فائز في ظل صفارة عادلة أهلا وسهلا شابوه، يطلع النادي الأهلي فائز كل الناس هتبقى مقتنعة، غير كده لا بيراميد يتظلم ولا الأهلي يتظلم. النقطة الثانية اللي عايز أقولها، إحنا مش داخلين مباراة في المكايدة، الحساسية في هذه المباراة هذه المرة موجودة، اللي بينفخ في الجير بقى نافخ الجير، ها اللي عايز يسمم العلاقات ابعدوا عنه، خلينا كل واحد في حاله، ملناش دعوة، كل لعيب راح مكان هيحاول يخلص لهذا المكان، انسوا بقى كل الكلام ده وركزوا مع فرقتكم، وعشان ما نوترهمش ومش عايزين يعني أي سلبيات خصوصا لا في سلوكيات اللعيبة ولا على السوشيال ميديا، لان مفيش جماهير، الجماهير موجوده على السوشيال ميديا. طيب موسيماني ادلى بحوار مهم لموقع الاتحاد الدولي لكره القدم، اتكلم فيه عن كاس العالم للانديه، عن فرص الاهلي، عن جاهزيه الفريق، عن حظوظه كمان في البطوله، قال انه فرص الجميع متساويه في النسخه المقبله، وقال انه الاهلي بمقدوره تحقيق مفاجاه خاصه اذا ما قدم الفريق افضل مستوياته في المونديال، وقال كرة القدم رائعة وبإمكانها أن تعطي شيئا لم تمتلكه من قبل، والمثال على ذلك حينما نجح مازيمبي الكونغولي في الوصول إلى نهائي هذه البطولة. تحدث والرجاء عن والرجاء كمنظم، تحدث عن الدحيل القطري وقال أنه فريق قوي جدا، فريق عنده إمكانيات جيدة، فريق قادر يعمل تدعيمات قوية لصفوفه، وبالتالي مواجهة الأهلي معاهم مواجهة مهمة جدا. الدحيل عنده ماتش في الكاس يا أستاذ إبراهيم النهاردة مع الأهلي، يعني هتقرا من هذا اللقاء حاجات كتير. شوف أهمية مباراة الدحيل بجد، وأتمنى
لغايه لما نلعب مباراه الدحيل ما حدش يتكلم على الاهلي وبايرن ميونخ. الاهلي هيواجه عنده مباراه محتمله مع بايرن ميونخ، لكن المؤكد الاهلي سيواجه الدحيل القطري. كل التركيز، كل الاهتمام، كل الكلام لا يجب ان يتجاوز مباراه الاهلي والدحيل القطري. اصعب حاجه ان الناس تخليك تشوي السمك قبل ما تصطاده، تشوي السمك قبل ما تصطاده او تصلي العشاء قبل العصر. واخد بالك، بص يا سيد، انت عندك مباراه مهمه مع الدحيل القطري، تجاوزها يحتاج الى تركيز شديد، منافس قوي جدا، عنده تدعيمات قويه جدا، لا يجب الاهتمام والتعليق بين الجماهير وبين والجهاز مؤكد عنده هذه الدرايه. انسى حاجه اسمها بايرن ميونخ. اصلك انت كده بتدي دوافع للدحيل. لما تقعد تكلمهم على المباراه القادمه، ماتش الدحيل ده هاد دحيل، مش دحيل هاد دحيل. ليه هاد دحيل؟ لانه في غموض، هو دعم نفسه. ولذلك بقول لك ماتش الكاس النهارده مهم جدا، في صفقه بتاع 3 اسابيع او حاجه زي كده، صفقتين او 3، فشكله هيبقى مفاجئ ليك. انت اللعيبه الجديده دي داخله شكلها ايه؟ حجم الاضافه اللي هتعملها النهارده فاز 6 على الاهلي. طب اتفضل. في كاس قطر اتفضل، يا اللي بتكلمونا على بايرن. لا بايرن ايه؟ مفيش بايرن، في الدحيل القطري يحتاج كل من الاهلي كل التركيز وكل التفكير فيه، اي حاجه غير كده ده كلام مش راضي بالمره. يعني دي رساله صعبه. اذا الاضافات دي مش هزار اللي تمت. فلا، هو على فكره هو مباراتك مع الدحيل زي ما قلت لك هاد دحيل. ثلاثة النهارده. مايكل الكيني اللي دعمه بيه جايب 3 اهداف النهارده. طيب لعيب كيني، تتوقع ان في لعيب كيني بهذا المستوى؟ طيب، لكن اذا انت، هو موسيماني قال لك قد نذهب بعيدا، بس علقها بشرط ان يكون الاهلي في افضل مستوياته. طيب ازاي يكون الاهلي في افضل مستواه؟ لا، مرتبطه بحاجات. اولا يبقى من الناحيه البدنيه بتاعتك وصلت للمرحله اللي تخليك تعطي افضل عطاء. ودي يعني هي ليها مؤشرات محليه، لكن ما تعرفش علاقتها ايه باللقاءات الاخرى اللي بعيده عنك في دوريات اخرى. نمره 2 ان يكون لعيبتك عندهم اكبر قدر من انكار الذات وسعي الى الهدف. نمره 3 الجماعيه، لان الجماعيه هي اللي بتخليك تحقق او تنفذ التكتيك المطلوب. وزي ما قلت لك في كره اليد احنا بنتحرك كتله كده وكتله كده عشان يبقى دفاع. لو خطوط الاهلي المندمجه دي اللي بتتحرك دفاعا وهجوما في كتله واحده وضغط جماعي، والضغط الجماعي ده مرتبط بان اللعيبه تبقى حافظه مع بعضها، محدش يطنش في النص. نتمنى ان احنا نكون في افضل حالاتنا. الرساله بتاعت الدحيل النهارده ربنا يرضى. الفريق محتاج، وكمان حتى محتاج التجهيز المعنوي، لانه واحنا بنتكلم عن هذا النموذج الرياضي المشرف اللي رئيس الجمهوريه بيثمنه وبيقدره وبيأكد عليه مع منتخب اليد، وقال لك مع كل النماذج الرياضيه المشرفه لمصر، الاقي بعض الجرايد للاسف هنا في مصر في تناول اخبار الاهلي الى درجه تشعرك انه الاهلي بيلعب ب 11 لاعب وبقيه الانديه بيلعب باكتر من كده، او الاهلي الوحيد اللي عنده دكه احتياط، او الاهلي الوحيد اللي بيعمل اعارات. جورنان بعينه وهو جريدة الأهرام المسائي في يومين متتاليين، البدلاء قنبلة موقوتة في الأهلي، ربيعة بيرفض ومروان يثير الانقسام وجدل حول أجاييه. انت بتكلم على 2، واحد راجع من الإصابة وتاني لسه ما رجعش. أجاييه وربيعة. ومروان يا دوبك رجع ولعب الماتش اللي فات بالظبط. شوف تاني، هما طبعا اللي كاتب الاخبار دي عايز يصدر لك مشكله قبل ما تطلع، لكن اللعيب بقى بتاعنا هو ده اللي يهمني. اذا اديت من خلال ادائك وتصرفاتك وتعليقاتك على وسائل التواصل الاجتماعي ما يؤكد هذا الزعم، فانت الحقيقه لا، ما يعني مش دي مش 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 انت اللي هتبقى النموذج اللي مستنيه النادي الاهلي. لكن ابقى اشك ان في حد في الاهلي النهارده ممكن يعمل كده متزامن. الاقي تاني يوم، شوفوا بقى العمد في المساله، تاني يوم على طول في نفس الجورنان، المعارون صداع في الاهلي، عبد القادر يقترب من العوده، وجلسه مع حمدي وتغييرات امام بيراميدز.
يعني الاهلي اعار لعيبه، كل الانديه اعارت لعيبه، عبد القادر ده مهاجم صاعد، وعمار حمدي عشان ياخد فرصه لعب تم اعاره. ما هو اعاره بقوا صداع. اعاره يعني ايه؟ اعاره يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي موجود لنهايه الموسم، ايه الصداع اللي فيها؟ بعد نهايه الموسم هتبقى افيلبل انك ترجع ومتاح انك ترجع وتكمل اعارتك. يبقى خلينا في الصداع لاخر الموسم، والنبي انتوا اللي هتجيبوا لنا صداع. يعني اللي بيكتبوا هذه الاخبار لا، في شيء من الضمير شويه، يعني مش كل حاجه صداع وازمه وانا لما عندي لعيبه تتالق في الاعاره دي سلبيه ولا ميزه؟ ما انا مطلعها عشان تتالق. انا عارف ده، هي بيحقق لي الهدف. طيب هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل لو معاك ورقه وقلم ابقى تابعنا. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا كل ما في الغربال من احداث، وشفنا استعدادات الاهلي وجاهزيته ان شاء الله تعالى لمباراه بيراميدز غدا، وباذن الله تعالى يوفق في تحقيق فوز مهم يسافر به يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 4 العصر، هتقلع طائره خاصه على متنها بعثه الاهلي الى العاصمه القطريه الدوحه للمشاركه في بطوله العالم اللي الاهلي هيستهلها بلقاء الدحيل يوم الخميس 4 فبراير باذن الله. ده بشان الغربال وكل ما فيه، لكن هناك كلام كتير بعظمة لسانه. معاك ورقة وقلم؟ لو معاك ورقة وقلم اكتب واحس معانا، ومش هنتكلم على حقوق محتملة، لا هنتكلم على حقوق ثبت بالفعل أحقية الأهلي فيها بشهادة خبراء التحكيم المحايدين. مش هنجيب رأي أهلاوي، ومش هنجيب وجهة نظرنا إحنا، لكن بالورقه والقلم هنقول لحضراتكم. وده ايه مناسبته يا باشمهندس؟ نادي الزمالك من حقه طبعا كواحد من منافسيه من منافسي الاهلي في البطوله ان يدافع عن حقوقه في اي مباراه يراها، ويطلع البيانات اللي هو عايزها، وقناته والزملاء فيها يتكلموا كيفما شاءوا دفاعا عن حقوقهم اللي هم من وجهه نظرهم شايفينها. لكن لما يطلع بيان رسمي، ولما يبقى فيه كتير من البرامج مخصصة فقط للكلام عن الأهلي وما يحدث مع الأهلي، إلى درجة أنه لما اتحاد الكرة يخفف عقوبة كانت مغلظة بشهادة الكل اللي اتكلم على أنها مشددة وقاطعة وغير طبيعية، نلاقي الكلام في البيانات الرسمية في البيان اللي صادر عن نادي الزمالك امبارح بيقول: تعرب إدارة الزمالك عن استيائها من الأحداث التي شهدتها الساحة الكروية مؤخرا وتعديل بعض العقوبات بعد إصدارها دون أي سند قانوني لهذا التعديل والتبريرات غير المنطقية، ويقول إن ده يفقد المنافسة عدلتها أو المسابقة عدلتها. طيب هل اتحاد الكرة لما عدل عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي كان عنده سند قانوني ولا ما كانش عنده؟ مبدئيا في الأول كانت توصية، واي حد بيتكلم في الف باء اداره التوصيه تنتظر القرار، اما ان تعتمد فتبقى قرار او تعدل او تلغى او تغلظ. ولا ده مش كده استاذ ابراهيم؟ هو لما بيقول تم التعديل دون اي سند قانوني، عارف هو تم التعديل ليه؟ ايوه، لان اتخذت العقوبه دون اي سند قانوني. هو مفيش سند قانوني في اتخاذ العقوبه، وهما تاكدت منه اللجنه الثلاثيه، سالوا لجنه الحكام عندك ايه تقرير؟ طب ايه الاجراء الاداري اللي اتاخد نتيجه ان الحكم شايف ان هو في حاجه تستوجب تسجيلها في التقرير؟ قالوا ما خدش اي عقوب. انت عارف دي عامله زي ايه؟ عامله زي ما يكون حد مسكته في مشكله وحكمته وبعدين اصدرت عليه عقوبه مغلظه فاستأنف، فاكتشفوا الناس ان العقوبه دي لا مبالغ فيها وانه اساسا كان ممكن ما تمسكوش، راحوا مخففين. واحد تاني يعمل نفس الخطأ وأكتر منه أصلا ما يتحكمش، فالتاني ده يقولك أنت إزاي بتخفف؟ أنت أصلا ما بتتحكمش، أنت أصلا لا تقدم للحساب. وعندك الأدلة هنا، هنيجي للأدلة. لكن للي بيسألوا عن إيه السند القانوني، يا جماعة يا جماعة الخير، اتحاد الكرة لما طلع قرار التخفيف قال جملة واضحة وصريحة عرضناها واتنشرت، أرجو أنك وأنتوا بتتكلموا دون سند قانوني الاتحاد قال لك: وتخفيض العقوبة الموقعة على اللاعب محمد السيد الشناوي لاعب النادي الأهلي إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية، إمتى بقى؟ وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على البطاقة. يعني
هو انتوا ما حدش اعترض ليه لما رمضان صبحي عمل اللي عمله وخد مباراه لانه خد كارت وكان عنده كارت، فخد الكارت الاحمر عقوبته ايقاف مباراه، وده اللي الاتحاد قاله لما سال لجنه الحكام اللي حصل من الشناوي ده يستوجب ايه؟ قال لك كارت اصفر. اما وانه عنده كارت اصفر في المباراه يبقى كارت احمر. طب عقوبه اللي واخد كارت احمر بعد اتنين اصفر ايه؟ الايقاف مباراه. راح مخليها ايقاف مباراه، هو ده السند القانوني وهو ده تفسير. انا افترض ان الشناوي عمل حاجه غلط، يبقى اقصى حاجه كان ما ياخدها كارت اصفر فاحمر في المباراه. بالظبط. يبقى ليه ياخد اربع مباريات واصلا مفيش عقوبه؟ لان الحكم ساعتها ما شافش سبب، فقال طيب. له يا راجل انت ده الناس كلها شاف انك لازم تديله انذار بس، فكتب. يعني الناس يا اخي في مثل بيحضر اذا لم تستحي فافعل ما شئت. مش معقوله ان احنا نوصل في قلب الحقائق الى هذا، ويقعد كل اللي قالوا ان عقوبه الشناوي غير قانونيه ومبالغ فيها، واول ما تصوب الامور لا هو كانت مغازله لجمهور الاهلي، لكن اول ما تخفف رجعت الناس. انت صدق؟ لا ما كانش قصدي. طيب ليه بقول لكم لو معاك ورقه وقلم اللي بيتكلموا على التحكيم يا اللي اتحرمتوا من التحكيم الفرصه لسه قدامكم. كل اللي اتظلم من التحكيم يمسك معانا ورقه وقلم. 8 مباريات الاهلي لعبهم لغايه دلوقتي النتيجه 3-4-2. 3-4-2 مش طريقه لعب، لا. في الثمان مباريات الاهلي اتلغى له 3 اهداف صحيحه، مش باعترافنا، باجماع الفقهاء والخبراء في التحكيم. 3 اهداف اتلغت، ضربتين جزاء سلام ما اتحسبوش، والنتيجه 4 نقاط ضائعه من الاهلي. يعني كان زمان الاهلي دلوقتي باعتراف خبراء التحكيم عنده 24 نقطه مش 20 نقطه. فاللي اللي بتتكلموا او بتحاولوا تصدروا للناس مشهد ان الاهلي بيتجامل وان الاهلي بياخد اكتر من حق وان الاهلي وان الاهلي وان الاهلي، امسك ورقه وقلم ومش هنسمعك راينا خالص. الاهلي مع المقصه في اون تايم سبورت الاهلي فاز 3-1، لكن هدف صحيح جدا للاهلي ملغي، ونشوف في راي الكابتن احمد الشناوي. شوفوا بقى اللي انا هعمله الخط عشان الناس بتقولش الخط ده صناعتنا. شوفوا الخط لما يطلع التاني هنمشيه على خط المنتصف. هنمشيه زي ما انتم شايفينه كده اهو، شارب معاه بالظبط. اذا الخط ده لا معوج يمين ولا شمال. مع خط يرجع تاني هنرجعه تاني اهو مع اللعيب. فين التقدم للاعب النادي الاهلي؟ انا اعتقد ان هو اشار انه متقدم بكتفه فين؟ اذا كان اللي هو مش معدي ده ايده نازله والقدم. انا بقول لحضرتك ما هو الاعتقاد، ما هو لا هو اللي عمل له خط تسلل عمله له بشكل خاطئ، هو ده السبب. لكن التسلل مش موجود والهدف صحيح 100%. يعني مش عايزين نقف كتير، طرحناها قبل كده لكن واضحه. ادي هدف لم يحتسب للاهلي امام المقص. قبل ما تنسوا، طيب جه الاهلي لعب وادي دجله، المباراه انتهت بالتعادل، الاهلي خسر نقطتين، هل كان المفروض يخسر نقطتين؟ لو الاهلي خد حقه يا اللي بتتهموا الاهلي انه بيتجامل ما كانش تعادل، لانه كان ليه ضربه جزاء ما اتحسبتش. ونشوف راي الكابتن احمد الشناوي فيها برضه. الايد لو اتشدت خلاص اعاقت الحركه، فبالتالي هنا واضح جدا من لاعب دجله وهو بيشد لاعب الاهلي، وهتلاقوا اللاعب حتى يعني مش بيعلي الامام، لو هو بيمسك ليه بيعلي ورا، معناها ان الشد يعني جابه عكس اتجاهه، فبالتالي هنا طبعا هنا الخطا وداخل منطقه الجزاء كانت لابد الخطا موجود وركله الجزاء يعني. والفار فين يا كابتن؟ ما هو الفار ما شافش خلاص بقى، اتحسب فاول عكس. ما اتحسبتش خالص، اتحسب فاول عكس. لعب عادي، لعب يعني كمي. يعني انا عايز اقول ان اللعبه دي حتى الفار ما شافش الحاجه دي، لكن انا عايز اقول ان يعني احمد الغندور كان يعني لعبة الشد قريب يعني، لكن ما تعرفش بقى الفار ما شافش اللي عنده ايه، ما انا ما اقدرش احكم في دي، لكن الخطأ موجود والمسك موجود والعقوبة لابد من الاحتساب. يعني اللي ما شافش الشد ده شاف الوقعة، كان يستوجب انه يروح للفار، والفار لا شاف لا الشد ولا الوقعة. الفار ايه بركة جمع ان الحكم ايه ما شافش. لو كان شافه حسب كان ندهله. زي ما بيحصل كتير. هو دي المشكلة. على فكرة الماتش ده كان لنا ضربة جزاء أوضح بقى. نتيجة عرقلة وكده. فانت ورغم هذا الحاله لم تطرح، ما انت كمان لما تيجي في استديوهات التحليل بينقولك الحالات اللي اتعلق عليها. ايوه الحاله الثانيه لم تطرح وكانت واضحه جدا.
ضرب جزاء اخرى وتعادلنا، ادي نقطتين. طيب لعبنا مع سيراميكا كليوباترا، الاهلي فاز لكن هدف كمان ما اتحسبش، وده كان راي الكابتن الشناوي كمان. المساعد احمد حسام طه نقول له برافو طبعا، تمركز رائع، واحنا عملنا خط التسلل زي ما انتم شايفين كده، البيرو اللي عندنا الخط، ادي قدم اللاعب هناك ورا. انا شايف ان يعني لاعب النادي الاهلي بعيد تماما عن التسلل، ما اعرفش التقنيه اللي استخدمها. انت بتقول للمساعد برافو على ايه؟ برافو ان هو واقف بشكل ما رفعش، رفع بعد انتهاء يعني بعد ما انتهت الهجمه ايا كان. هتجنني في الاخر لغى الجون. مش هو هو لا مش هو يا كابتن. طب مكمل خد وقت كبير. فيها اوفسايد ولا ما فيهاش اوفسايد؟ لا انا بالنسبه لنا هنا ما عنديش تسلل، يبقى ما فيش برافو للمساعد. يعني الكور دي كنا يا جماعه بنعذر اللاينز مان والحكم، بنقول اصل ما عندوش طرف انه يعيد والتصوير البطيء ويشوف الفوارق البسيطه دي ويحتسب، وده تقديره. لكن الفار عنده اكنه قاعد في استوديو تحليلي، عنده من الوسائل المتطوره انه يكتشف ان الكوره مؤكد اوفسايد ولا لا، مؤكد ضربه جزاء ولا لا، مؤكد عبرت المرمى ولا لا. يعني انا لسه في كوره عايز اعلق عليها لوحدها، دي انك انت الجول يبقى مواجه للمرمى بتاعه، مواجه ظهره للملعب وبيمسك الكوره كده بعدين يلف بيها وهي في الهواء، فبقدره قادر يبقى هو كله جوه يقول لك الكوره بره. ازاي ده كان شريف اكرامي توصل ازاي انا وشي للجول ده؟ انت عارف انا لو راجع بظهري ممكن اعملها كده، لكن ده انا وشي للجون مستحيل غير ان لفيت بيها جوه. يعني انا عشان الف لازم اعمل كده، امال هعمل ازاي؟ ما انت مختارش على صدرك، انت كلك جوه، فهي ايديك كمان سابقاك، يا اما انت رجليك تبقى جوه وجسمك جوه، امال ايدك تشريحيا انت دخلت بيها خلاص. مش اصل وشك للجون. يعني وكل دي الكره وعلى فكره كابتن ميدو بيستند اليها في احتجاجاته يعني. طيب الاهلي كمان بيلعب مع البنك الاهلي، ومباراه البنك الاهلي الاهلي تعادل فيها، يعني في نقطتين ضاعوا، احنا شفنا نقطتين ضاعوا قدام وادي دجله، نقطتين ضاعوا قدام البنك الاهلي، ومش براينا ولكن الكابتن سمير عثمان نشوف رايه في الهدف الملغي للاهلي. الهدف رايك فيه ايه؟ انا لو حكم مباراه هحسب الهدف ومش هرجع للفار. لو لعيب نادي الاهلي ساند قبل ما يقف قبل ما يلعب الكوره، لو ساند قبل ما يلعب الكوره هنقول هنا ايه اهي، لا هنا هيبقى في خطا. انما هنا لما نشوف هتلاقي لعيب النادي الاهلي وهو طاير في راسه، خلاص ده طاير عادي. انت عارف لو لعيب النادي البنك الاهلي يا كابتن سيف لو حاول يعمل جامب لفوق خلاص ده فاول، انما انت هنا واحد عاوز يلعب كوره. لكن ايمن اشرف مفيش منافسه معاه في الراس، فين؟ مفيش حد معاه خالص. يعني ايمن اشرف خلي بالك، واللعيب الثاني بتاع البنك الاهلي اللي بيطلع الكوره بص رجله كمان رايحه فين، فالثاني ده برضه بيوصي. انا شايف هي لعب من الالعاب الصعبه اللي هي انا زي ما قلت في البدايه حضرتك، لو انا الحكم نجيبها من الله في الحاجات دي بتبقى فين ما تبقاش صح. طب اسال حضرتك سؤال يا كابتن، حضرتك حكم وحسبت والفار قال لك فاول، تعمل ايه؟ تمام مش هروح للفار خلاص. مش هروح للفار، ولو قال لي مش هسمع كلامه. اذا كان هو بينه وبينه متر الحكم، والقبضه دراعه الشمال بعيد عن جسم، يعني هي لو هي دراعه الشمال على كتف اللاعب الشمال يبقى هو وراه، لكن ده جنبه، فكون اللاعب ما قفش معاه ده مش ذنب ايمن اشرف يعني. وده الحكم اصلا ساعتها شايف قدامه انه ما فيش خطا ومشاور بايديه. بص هو وجمال الشريف وجمال الغندور مع احترام الاسماء كلها وجاليجر كلهم قالوا. طيب ميدو لو فاكرين طبعا عشان الناس اللي بتتكلم على التحكيم، الاهلي خسر نقطتين في مباراه وادي دجله بفعل فاعل، الاهلي قدام البنك الاهلي اتلغى له جون مش بنالتي، جون صحيح، كل الخبراء التحكيم في مصر باستثناء الكابتن الشناوي، وانا قلت لكم الراجل كان عنده حرج لانه ابنه عمرو هو اللي في الفار، لكن ميدو خد الحاله ووداها للحكم الانجليزي السابق فيرموت جالاجر. جالاجر شاف ورد على ميدو، نشوف نفكركم قال له ايه ساعتها. انا سالته عن الـ عن الـ عن الهدف اللي تم الغائه، والراجل قال لي ان هو متفاجئ ومش مصدق ان الحكم لغى الجول،
بيقول ان الكره جول 100%، بيقول ان 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 ذا فورورد يعني عنده المهاجم اللي هو في الحاله دي ايمن اشرف عنده كل الحق ان هو يروح للكوره. انا عن نفسي كنت انا شايفها مش جول. هو بيقول ان هو دخل في ارجمنت مع الان شيرر الاسبوع اللي فات في في في, في الاستوديو في انجلترا في هدف برضه مماثل على ماجواير، والان شيرر كان بيقول ان هي فاول وهو قال ان هي مش فاول، فهو بيقول ان الجول بتاع النادي الاهلي جول 100% وهو متفاجئ ان الكره او الحكم راح للفي ار ولغى الجول. طيب قلنا وعلقنا وخلاص واضح الكلام، عربي وانجليزي ومحلي الكل اجمع على انه هدف الاهلي وسوري وسوري الكل يعني بالشامي بالانجليزي بالمصري بالعربي بالجزائري الكل اجمع على انه هدف ايمن اشرف في مرمى البنك الاهلي. صحيح الاهلي اتظلم، الاهلي خسر نقطتين ما كانش يجب انه يخسرهم، حقه في المباراه شرعا ومحدش يتكلم. يا اللي بتتكلموا دلوقتي على انه التحكيم بجامل الاهلي والمسابقه ما اعرفش فيها ايه، يعني المسابقه إيه؟ لو ماشيه باصولها ها ادي اربع نقاط انت العلامه الكامله، بس كنت هتبقى فارق في القمه باربع نقاط بالظبط بدون ما تشوف بقى المنافس بتاعك خد ايه، خد ايه واتظلم في ايه برضه خد ايه. الاهلي لعب مع المقاولين عمل ريمونتادا قويه جدا، مهزوم 2-0 يرجع يكسب 3-2، ومش بس كده ده بيتلغي له ضربة جزاء صحيحة في هذه المباراة برأي الكابتن سمير عثمان. كرة مهمة جدا ودي أهم كرة في المباراة. احنا عاملين لايت على الاثنين اللي بيجروا الشاشة دلوقتي، بس هنا بص هنا هنا طبعا في دفع من لعيب نادي المقاولين للعيب النادي الأهلي. أنا كنت متوقع إن حكم الفيديو لازم ينادي محمود ناجي ويشوف الكرة دي. حكم الفيديو عاد الكرة اللي هي اللي نزلت على إيد نادي المقاولين العرب اللي هي كانت واضحه طبعا استمر اللعب، بس الكره دي ما تعدتش. دي الكره اللي خلت بعد كده اعتقد جهاز النادي الاهلي كان بيعترض عليها ان ولا حكم الفيديو نداه يعني ولا شاف دي ضربه جزاء، دي ركله جزاء. يعني بيتكلم طبعا على ان الاهلي كان له ضربه جزاء واضحه اللي هي فيها الدفع بتاعت وما فيش اللي روح شوف الواقعه وارجع قول اللي انت عايزه، ما هدي ما فيهاش ان اتنين متلاحمين، ده واحد مديك ظهره وانت زقيته على وشه ومنعته انه يقفز، اصلا ما اديتوش اي فرصه انه يقفز عشان يلعب الكوره، فدي ضربه جزاء. نخش بقى على بقيه الحاجات. طيب بالورقه والقلم، الاهلي اتظلم في اربع نقاط ضاعوا منه، كان فيهم هدفين او ثلاث اهداف وضربتين جزاء، ضيعوا اربع نقاط، ادوا الزمالك ايه؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم في الحساب بالورقه والقلم لاخطاء الحكام وبشهاده خبراء التحكيم والفقهاء. اذا كان فعلا الناس بتتحجج دلوقتي على انه الاهلي مش بس بيتجامل صوت وصوره ده الصوت والصوره لخبراء التحكيم، فانت عندك اربع نقاط ضاعوا من الاهلي بسبب اخطاء التحكيم وبشهاده الشهود وبشهاده الخبراء مش راينا احنا. فاللي عايز يناقشنا واللي عايز يتكلم بموضوعية وبرأي خبير محايد أهلا وسهلا، لأن أنا هقول لكم أنه حتى الزمالك يعني إذا كان الأهلي خسر أربع نقاط بفعل تحكيمي واضح جدا، الزمالك كمنافس مباشر يشكو ويشير إلى مجاملات التحكيم لصالح الأهلي وأن المنافسة والمسابقة افتقدت التكافؤ الفرص. لا عندك يا سيدي ثلاث نقاط الزمالك أخذهم السنة دي بدون وجه حق مش برأينا بشهادة خبراء التحكيم أيضا. يمكن المباراة الأخيرة للزمالك مع أسوان الزمالك اتكلم على أنه ليه ضربة الجزاء وخبراء التحكيم قالوا وأسوان كان له ضربة جزاء في الحالتين، لكن بخلاف مباراة أسوان المختلف عليها لا، الثلاث نقاط اللي الزمالك أخدهم من التحكيم السنة دي. الزمالك بيلعب مع بيراميدز، المباراة انتهت 1-1 يعني الزمالك خد نقطة، لو اتحسب الهدف الملغي لبيراميدز كان الزمالك فقد النقطة، كانت بقت هزيمة مش تعادل 1-1. هو إلغاء مستحق الأول ولا لا؟ هل هو إلغاء مستحق الهدف بيراميدز ولا لا؟ رأي الكابتن سمير عثمان. أنا بالنسبة لي الكرة دي هدف سليم، وهقول لك ليه هدف سليم من وجهة نظري أنا طبقا بتاع. أما نيجي نبص يا كابتن أحمد هتلاقي رجل مدافع نادي الزمالك داخلة مع خط السكس ياردة، أما تشوف كتفه هتلاقي كتفه هو اللي مغطي بجزء بسيط جدا، كرة بسيطة. لا أنا شايفه أن خط الفار هو اللي مش محطوط صح، لأن خط الفار اللي اتشاف في الملعب محطوط على رجل
لعيب نادي الزمالك، انما الخط اعتقد ان لازم كان يبقى مظبوط. خلي بالك لعيب نادي الزمالك لو مدينا خط كده هتلاقيه ده يعتبر موازي داخل الستة ياردة، انما في الكوره دي اما نلاقي الكتف هو هتبقى اخر نقطه، طالما ان هي اخر نقطه يبقى لعيب نادي بيراميدز اللي احرز منه الهدف ده كان فوق. احنا ليه بنقول الصوت والصوره؟ لان دي الصوره اللي بيشوفها الفار. احنا مش بنتكلم على الحكم دلوقتي اللي في الملعب، دي الصوره اللي بيشوفها الفار. طب هما تروح تبص على الفار وتقول لنا ايه الحكايه؟ ادي بونت. طيب الزمالك بيلعب مع انبي، المباراه انتهت بفوز الزمالك 2-1، الزمالك استفاد بنقطتين. لو كان الامور التحكيميه مشيت زي الكابتن سمير عثمان ما هيقول، المباراه مش هتنتهي بفوز الزمالك لانه في بنالتي صحيح لانبي للاسف لم يحتسب، وهنا الراي للكابتن سمير عثمان. طبعا هنا في خطا، يبقى هنا في خطا على نادي الزمالك. الحاجه الثانيه عاوزين نعرف هي بره ولا جوه. بس هنا الحدث حدث، الخطا الالتحام حدث على الخطوط اللي احنا مبينينها. طالما الحدث حدث على الخطوط، الخطوط من ضمن المناطق، يعني خطوط 18 دي منطقه الجزاء، خطوط 6 ياردة من داخل منطقه 6 ياردة، طالما الحدث هنا على خط يبقى هنا لازم نحتسب ركله جزاء. دفعه واضحه جدا اسقطت اللاعب، وبرده ما حدش خد راي الفار واسقطت العداله. واسقطت العداله معها طبعا، لان في كذا ادي كمان نقطتين. اذا الخلاصه دي كلها بالورقه والقلم يا جماعه، الاهلي والزمالك دلوقتي وهم في صداره الدوري، الاهلي الاول والزمالك الثاني 20 نقطه، ال 20 دي فيها 7 نقاط اتاثرت بالتحكيم، الاهلي ضاع منه 4 والزمالك استفاد ب3. لو انت بتتكلم بالورقه والقلم وراي الخبراء مش راينا، في 7 نقاط مؤثره في صداره الدوري. الاهلي لا اشتكى ولا بكى ولا قال حتى اللي قاله الكابتن او الاستاذ محمود معروف. استاذ محمود معروف كان ضيف في قناه الزمالك امبارح فقال لك ما هو الاهلي من ساعه لما اتقال يا بيراميدز والاهلي ما بيكسبش، كان بيكسب الاسيوطي، لما بيعمل او من ساعه لما اتغير لبيراميدز والاداره الاهلي ما كسبش بيراميدز ابدا، وكلام على انه قوه بيراميدز. واحنا بنتكلم في التحكيم، بيراميدز هذا الذي تاسس فقط لمكايده الاهلي، تاسس فقط لمكايده الاهلي، وكلكم عارفين القصه، فضلت القصة مستمرة حتى لما بيجيب لك حكم أجنبي، كنا عارفين كله جاي من الدوري السعودي وبيرجع للدوري السعودي، يكروت الكروتة ويمشي. وشفتوا بالوقائع، برضو مش هنستند لرأينا يا اللي بتتكلموا على الأهلي والتحكيم. الأهلي وبيراميدز يا أستاذ محمود على ذكر الموقف بالتحديد، لعب الأهلي مع بيراميدز 4 مباريات في الدوري ومباراة في كاس مصر، الأهلي فاز مرة، بيراميدز فاز 3 مرات منها مباراة في الكاس، اتعادلوا مرة واحدة، الأهلي سجل 3 وبيراميدز سجل 5، أو الحكام سجلوا 5 الحقيقة. كلنا عارفين ذكرى بيراميدز وتفاصيلها، يا لجنة الحكام اللي فاتت واللي قبلها واللي قبل اللي قبلها. كانت الحكام مطلوبين ليكم تحديدًا، أنتوا بتبعتوا التذكرة أو يمكن ما بتبعتوهاش كمان. القصة وما فيها برضو مش رأينا. الأهلي بيلعب مع بيراميدز، الحكم ضربة جزاء واضحة للأهلي وتغاضي عن طرد علي جبر في هذه المباراة اللي أقيمت 4 يناير 2019، أدارها الحكم الصربي دانييلو جروجيتش. وما تفهموش، ورونا أسماء غريبة، عرفونا بدول بيجيبوا منها حكام غريبة، وكان الأهلي كان بيقول لهم يا عم هات حكم أجنبي من دولة كبيرة، روح هات لحكم انجليزي، حكم فرنسي، اسباني، ايطالي، لا. راحوا لسكك كده غريبه جدا، مره كرواتي، مره صربي، مره معرفش ايه، وكلكم عارفين القصه وما فيها كانت ماشيه ازاي. بس في هذه المباراه اللي الاهلي خسرها من بيراميدز 2-1، او الاهلي خسر من الحكم الصربي 2-1، تحدث الكابتن احمد الشناوي انه في ضربه جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي وتغاضي عن طرد علي جبر مدافع بيراميدز. نشوف الكابتن الشناوي. في خطأ تم، وهي لمسة اليد اللي هتشوفوها دلوقتي. لمسة اليد علي جبر اهو بالشكل ده اهو، خلاص هنا كده. ده مين اللي منع ازارو من تملك الكرة؟ قدم علي جبر ولا ايده؟ ايده. اذا ايديه منعت تملك ازارو من انه يلعب الكرة. لمسة يد
واضحه لا تحتاج لا التقدير ولا ما تجيش ما تقوليش تعمد، يعني ما فيهاش حاجه لازم تتحسب، ما حسبهاش وكان لازم انذار لعلي جبر وما اداش الكلام ده. نشوف الحاله اللي بعد كده برضو قرار متاخر. بص انا جايب لكم اهو، نقف هنا، قدم مين على مين هنا؟ علي جبر على الاحمر، الشرب الابيض على الاحمر ولا لا؟ النهارده القدم ده اللعيب بيتحرك لما ثبت رجله، طبعا كلكم كباتن ولعبت الكوره، اللاعب عشان يتحرك اول ما هيعمل جسمه لقدام كده عشان ينقل رجله ورجله متثبته لازم يسقط في الارض، وبالتالي هنا خطا واضح وركله جزاء. صوت وصوره ودليل طرد لعبه مش واعده، يعني ايقاف لعبه محققه للانفراد بالقدم والايد، وهو اخر مدافع، هو اخر مدافع ما اتحسبتش حاجه، وفي نفس الوقت ضربه جزاء. وكان في واحده ثانيه على فكره في الماتش ده ما اتحسبتش برضه، ما احنا بنجيب اللي تم الاتفاق عليها من المحلل التحكيمي على فكره التحكيم. هو الثانيه متفق عليها بس ما تعرضتش للكابتن شناوي، استوديوهات ثانيه جابتها. طيب المباراه الثانيه الاهلي لعب مع بيراميدز 18 ابريل 2019 يا استاذ معروف، هنا بقى جت الكروات على اصولها، الحق هات لهم الحكم الكرواتي ايفان بيبيك وهو هيخلص المطلوب. فبيحسب بيراميدز بيكسب 1-0، لكن الحكم عمل ايه؟ عمل مصيبه، مش راينا، راي الكابتن سمير عثمان. لا طيب ولا الاول خلينا ناخدها واحده واحده. هل هي لمسه يد ولا ماشي لا؟ اوكي اتفضل. هو هنا اللعيب بتاع يا جماعه بسرعه اهو بس لمسة كده يد؟ لمسه يد. طيب. بس احنا عاوزين نقول بس حاجه، متفق الأول. متفق مع حضرتك، بس عاوزين نوضح حاجه برضه عشان الناس اللي بيسمعوا. اتفضل. من ضمن المعايير بتاعت لمسه اليد لو اللعيب هو اللي لعبها في جسمه ما تعتبرش لمسه يد، يعني من رجل ايد بس مش كره زي دي. ليه؟ ليه بقى؟ ايده ده مش وضعها الطبيعي خالص يا كابتن اسلام. انما انت برافو عليك، انما انت انا جاي بوقف الكوره فوقفه مثلا على رجلي اتخبطت في ايديا خلاص وايدي جنبي وايدك جنبك، انما هنا في ريسك، انت بتاخد ريسك، انت بتشوط الكوره ومش طبيعي وانت بتشوط الكوره برجلك الشمال تبقى ايدك اليمين مرفوعه بالعلو ده والارتفاع ده، يبقى رقم واحد في لمسه يد. تمام. اول حاجه في لمسه يد. تمام. لا هنا طبعا في لمسه يد متعمده. طيب من داخل ولا من خارج؟ هي انا عاوز اشوف كاميرا، انا مش قادر احدد بصراحه من الكاميرا. بس احنا ممكن نسهل شويه، لو الكره دي على الخط بص من هنا تهيألي جوه، يعني اصل رجله واقفه على كابتن اسلام. الكره دي على خط ال 18 يبقى الكره دي ركله جزاء. يعني الكره دي والنبي ايه؟ يعني طب قولوا لي، يعني واحد بيعمل كده ده ولا يعني باليه يعني بحيره البجع ولا بحيره البجع؟ الاثنين مفروضين ورجله عاليه ويقول لك بشرط ان الـ 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 الايد ما تكبرش الجسم ولوحده ومحدش شافه لوحده ومحدش شاف والحكم ما حسبش، الحكم الكروات السكر. طيب رجع قال لك حكام مصريين، لعب الاهلي مع بيراميدز في كاس مصر مع الحكام المصريين بقى، كان دور الثمانيه في الكاس 17 اغسطس 2019 والحكم المونديالي الكبير جهاد جريشه، لكن مش هنسلم مع بيراميدز، تجيب صرب تجيب كروات تجيب جهاد جريشه تلاقي الخطا موجود، والخطا ضد الاهلي بس للحقيقه الراجل كان معترف. مبدئيا نشوف الكابتن جمال الغندور شاف الظلم اللي وقع على الاهلي في هذه المباراه ايه. هنروح للشوط الثاني ونروح لاهم حاله في المباراه، هل في ركله جزاء ولا ما فيش ركله جزاء؟ متفقين كلنا، والقاعده اللي من ساعه من قبل ما ندخل التحكيم لغايه النهارده عشان ما حدش يتكلم عن تعديلات، اذا المدافع نجح في لعب الكوره تعظيم سلام ويستمر اللعب، اذا حضرتك ما لعبتش الكوره هتتحاسب على اي احتكاك. هو ما لعبش اي احتكاك، خلاص انت بعت نفسك، انت نزلت على الارض عملت تاكلينج ما خدتش الكوره، الراجل خد الكوره، اي احتكاك بقى معاه بقت مخالفه بقت فاول باهمال بتهور باستخدام باي شكل من الاشكال، الاحتكاك هنا يعتبر مخالفه، اللي خد الكوره هو الصح واللي خد الكوره هو اللي عنده الميزه، اللي اتعامل معاه اللي ما خدش الكوره يتحاسب، ادي مره ودي مره ثانيه. اذا هناك شيء غريب يا كابتن كمان ان الحكم الاضافي قدامها على طول، يعني طبيعي ان هو لو شافها بنتي كان رفع. الغريبه كمان يا كابتن انه هذه الحكم الاضافي محطوط في هذا المكان عشان يساعد.
بصوا بقى، وقتها ما كانش الفار جه، بس كان في حاجه اقوى من الفار في لقطه زي دي، ولقطه زي بتاعت البنت بتاع ازارو في الانتاج. الحكم الخامس اللي بيبقى عامل كده مشترك في اللعبه ما شافش. تصور حكم نازل عشان يشوف الخط ويشوف بينه وبين اللعبه متر وما حسبش حاجه. في ماتش كاس خرجنا منه في ضربه جزاء اخرى في هذه المباراه برضو مش راينا، راي الكابتن والزميل العزيز كريم حسن شحاته عن ما تعرض له الاهلي في هذه المباراه قدام بيراميدز يا استاذ معروف. في القناه الاولى نشوف كريم حسن شحاته شاف جزء بنالتي للاهلي ما تحسبوش جزاء لصالح النادي الاهلي واضحه وصريحه. يعني الكره بقى جايه من مسافه بعيده ومفيش حد مع الراجل ده، الراجل ما عرفش يسيطر على الكره بفخده، فالكره هربت منه راح جايبها بايده ضربه جزاء. كره فيها كلام، خلينا نشوفها كده مع بعض. حسين الشحات حب يعدي، حصل عرقله اعتقد 21 ده احمد ايمن منصور ولا محمد حمدي، محمد حمدي اه عرقله واضحه لحسين الشحات برضه، دي ضربه جزاء هي بانت في الاعاده الخلفيه. ارجع تاني يا وليد كده معلش، ضربه جزاء للاهلي برضه. خلي بالكوا بصوا عشان بس في ناس هتقول ايه قدام التلفزيون الزملكاوي يقول لك يا عم كريم انت مالك متحمس الاهلي، انا بتكلم بقى بدون انتماءات ولا اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز، نتكلم في كوره حق ربنا. لا ضربه جزاء اهي. طيب بالله عليكم عايزين الاهلي يكسب الماتشات دي ازاي؟ لما انا ابقى كمدافع عندي مطلق الحريه العبها بايدي اكعبلك، طب انا فين فرصتي ان انا استحوذ على الكوره واروح لجون اجيب جول؟ ما هو المدافع ليه بيلعب بكامل الحريه؟ لانه عارف ان الحكم بكامل الحريه مش هيحسب حاجه ضده، ظهره متغطي قوي، بتديله قوه فنيه ضد مهاجمي الاهلي وبتظلم النادي الاهلي، بيلعبك تحت ضغط. ثلاث ماتشات كسبهم بيراميد، في الثلاث ماتشات الاهلي له ضربات جزاء لم تحتسب، وكانه حرام شرعا للاهلي انه تتحسب له حقوق طبيعيه ومشروعه قدام سي بيراميدز. هزيدك من البيت شعر بقى. الحكم ده هو اللي حكم ماتش الاهلي والزمالك. لا انت بتاع الماتش اللي فات، اللي فات يعني ايفان بيبي، يعني في حكم منهم اللي كروته كروتنا هنا وكروتنا اللي في ماتش 3-1 اللي ما حسبش جريمه بنالتي وليد سليمان. وليد سليمان اللي كانت تعملنا 2-2 غريبه جدا يعني. فانت رغم ان الماتش ما كانش يؤثر، احنا الحمد لله يعني الدنيا مشيت وكملت بعديها، لكن هي الفكره انت بتتكلم عن العداله، فين العداله يعني؟ لكن الحقيقه في مباراه الاهلي وبيراميدز في الكاس مع هذه المجزره التحكيميه اللي الكابتن كريم حسن شحاته والكابتن جمال الغندور اقروا بيها، الحقيقه يحسب للكابتن جهاد جريشه الحكم الكبير انه لم يكابر، وده دي فضيله منه لانه خرج بعد المباراه معترفا بالخطا. نفكركم بيه هو اعترف بيها زي ما الحكم بتاع ماتش السوبر اعترف بضربة الجزاء اللي خلص بضربات الجزاء في ابو ظبي وقال لك كان في ضربه جزاء وجهاد لعبد الله السعيد 100% وصلتك لضربات الجزاء الترجيحيه، كنت كان الاهلي هيفوز في الوقت الاصلي والعداد بيعد بطولات. صحيح. اذا بالورقه والقلم يا اللي بتتكلموا على بيراميدز يا استاذ معروف، ادي حساب الاهلي مع بيراميدز بالورقه والقلم. لكن انت دايما معجب بميدو مش كده؟ لا انا بحس ان ميدو يعني بيتكلم كده زي القطر. طيب يعني يعجبك ميدو الانجليزي ولا ميدو بالعربي؟ حتى لو ساعات بشوفه متطرف او مش بتاع، لكن بشعر ان بس هو في ساعات ايه يحب يعمل ان هو يعني رايح في المنطقه. بعد الفاصل هسالك بالظبط ايه الفرق بين ميدو بالانجليزي وميدو بالعربي. لا ميدو بالانجليزي طبعا يعجبني. بعد الفاصل قبل ما اشوف حاجه. اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم في بعضمة لسانه. وسألت المهندس عدلي قبل الفاصل يعجبك ميدو الإنجليزي ولا ميدو العربي، قال لي طبعا ميدو الإنجليزي لأنه لما بيلجأ للمحاضر الإنجليزي الدولي في التحكيم
الراجل الانجليزي بيبقى رايه حاسم وميده ما بيكبرش، وقال لك انا مش حكم زيه فرايه يعتد بيه. لكن كمان لما ميده العربي بقى يلاحظ خطا حصل في حجم عقوبه محمد الشناوي ويقر بده ويقول رايه انه المساله مبالغ فيها، ويحسب له انه ميدو كان اول واحد شاور على فداحه العقوبه. ميدو اللي اتكلم عليها نشوف رايه في العقوبه كان ايه. المفروض الطبيعي لو الحكم شاف ان الشناوي تعدى عليه باي شكل من الاشكال، الطبيعي ان اي حكم في الدنيا هيعمل ايه؟ هيروح لافف مديله احمر. معنى ان الحكم ما اداش الكارت الاحمر للشناوي وتغاضى عن اتخاذ القرار الاداري او الاجراء الاداري ضد الشناوي، وبعد كده بعديها ب 15 16 ساعه بس طلع القرار بناء ان الحكم كتب في التقرير ان هو تعدى عليه، يبقى الراجل الحكم ده اتضغط عليه. على فكره التقرير ده بيدين الحكم، لان الطبيعي ان رئيس لجنه الحكام دلوقتي يروح للكابتن محمد سلامه يقول له انت كتبت في تقريرك ان هو تعدى عليك، ما اديتوش احمر ليه؟ ما خدتش حقك ليه بقرار اداري؟ يبقى ايه اللي حصل؟ هنا بقول لكم ليه بقى ان اللائحه ضعيفه؟ لان اللائحه هنا بتسمح لرئيس لجنه المسابقات واعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره ان هم ينفذوا القرارات على الكيف. لان في الاخر انا النهارده هروح للمراقب اقول له اكتب في تقريرك. لو انا فلان مش على كيفي او بيلعب في نادي مش على كيفي. اللائحه دي بتدي الباور لاتحاد الكوره ولجنه المسابقات ان هي تلعب على مزاجها في العقوبات زي ما هي عايزه. اجي بقى اقول لكم على حاجه تانية. عارفين بقى الخطوات الصح، والكلام ده انا واخده من اكبر خبراء يعني لوايح قبل ما اخش لكم على الهوا. الاجراءات الصح كانت ايه؟ ان لجنه المسابقات تخاطب لجنه الحكام تقول لهم انتوا دلوقتي بعتوا لي تقرير بتقولوا فيه طلب بعقوبه اللعيب بناء على تقرير المباراه، انا بسالكوا استفسار او بستفسر استفسار يا لجنه حكام، الحكم ما اتخذش القرار الاداري ضد اللعيب ليه؟ ليه ما اتخذش القرار الاداري ضد اللعيب؟ وبعديها بناء على رد لجنه الحكام ابتدي اخد قراري، صح؟ ده كان هيتطلب ايه؟ ان العقوبه دي ما تصدرش الا بعد يومين ثلاثه عشان اخد الاجراءات الصح علشان اقدر اطلع قرار زي ده. لكن معنى ان القرار طلع بالشكل ده يبقى الحكم ده اتضغط عليه اتقال له اكتب في تقريرك كده. والله العظيم ثلاثه. اولا لازم اقول سبحان الله، انت كتب روشته للاجراءات السليمه عشان ما تبقاش اللجنه بتاخد العقوبات على الكيف عشان ما يحصلش ظلم، والحكم مؤكد الضغط عليه لان طالما ان ما عملش قرار اداري كان يلغي كل الجدل ده ويعطي كل ذي حق حقه. فالشناوي اتظلم واتحاد الكوره ضغط عليه ونصح لجنه المسابقات واللجنه الثلاثيه انها تعمل واحد اثنين ثلاثه، وهو ما فعلته اللجنه وفعلته لجنه المسابقات لما تراجعت وراحت للجنه الحكام. حصل ايه يا استاذ ابراهيم؟ اللي قالوا ميدو نفذهم جاهد. اللي قالوا ميدو نفذهم جاهد. روح للجنه الحكام قول لهم ما اديتلوش ليه انذار، ولو اديتله انذار يبقى عقوبتها ايه؟ ده اللي طالب بيه ميدو. بس لما مجاهد عمله ميدو بقى ايه؟ كتب بالانجليزي. راح لانفنتينو كتب بالانجليزي واتصرف بالعربي. الكلام ده بالعربي بس هو انجليزي فيه كان. لكن لما كتب بقى خطابه لانفنتينو نشوف. بعت ايميل لانفنتينو رئيس الاتحاد الدولي، قلت له كرجل وعضو من لجنه تطوير كره القدم في افريقيا في الكونجرس بتاعت الليجندز بتاعت الفيفا، بقول لك ان الكره المصريه بتنهار. ده صوره من الايميل اللي انا ارسلته النهارده شخصيا للايميل الشخصي بتاع انفانتينو. النهارده قلت له ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا في مصر، قلت له ان حصلت انسيدنت من اللجنه الثلاثيه اللي بتدير اتحاد الكوره، نزل
اللي هي معينة من الفيفا من 4 أيام الناس اللجنة خدت قرار بإيقاف الكابتن أحمد الكابتن الشناوي محمد الشناوي 4 مباريات. ده ميدو بالإنجليزي لا كتب بالإنجليزي اتصرف بالعربي. آه ليه؟ لأنه تذكر إن الناس في قطاع اتضايق منه لما قال قول الحق. الله عليك، هو ده التفسير. اه طب امال يعني هيناقض نفسه؟ يعني واحد بيقول لك اعمل 1 2 3 يا اخي ده الصح، انت ما عملتش كده يبقى معناه انك انت عايز تمشي الدنيا على كيفك. ايوه مش بالصح. اه فلما يعملوا روشتته يقولوا انت صدقت، تعالى بقى انا هشكيك، لان وراح واخد ايه لا تقربوا الصلاه. آه. لان هو اتحاد الكوره حتى لما الكابتن الاستاذ احمد مجاهد طلع يفسر مع مهيب، معلش حاسبه الحته دي لكن هقولها ممكن ما مش ضروري حتى نقول هو بيساله بيقول له كان هناك خطا وكان ممكن نكابر في الخطا، باللفظ كده كان ممكن نكابر لولا ان الموضوع مرتبط بمصلحه عامه اكبر بكتير من ان احنا مش دي لحظه المكابره في وانت كلمه في نكاب انت بتكابر في الحق ولا بتكابر في الغلط؟ في الحق طبعا. لا المكابره في الغلط. اه بتعمل خطا، ما بحدش بيقول انا بكابر في الصح. فبيقول كان ممكن نكابر وما نعيدش فتح الموضوع وما نحققش في الخطأ بتاعي. لكن احنا اولا عايزين نوصل للصح، ثانيا في مصلحه اخرى هتضار جدا لو كبرنا. فيوم يقطعوا الموضوع من سياقه ويقول لك ده قال علشان يبينوها كانه بيجامل الان. يا اخوانا حرام عليكم، لا تقربوا الصلاه، اقروا القرايه الصحيحه عشان الراي العام يحترمنا كلنا. قال لك كان ممكن نكابر لكن المصلحه العامه اجبرتنا ان احنا ما نكابرش. للاسف هي كانت واقع تصفيه الحسابات. كل الزملاء في مختلف البرامج اللي حاولوا ياخدوا بنط عند جمهور الاهلي مشوا في سكه عقوبه كبيره وعقوبه غير سند وعقوبه ملهاش اساس والحكم ما ادالوش انذار، كل الكلام ده الجميل سمعناه تقريبا من كلهم. لكن ما ان صدرت قرار التخفيف اللي هو قرار صدر يعدل توصيه، وده الف باء اداره، ما صدر في البدايه كان توصيه لجنه او اداره المسابقات، بعديها لجنه اللي اتبنى على خطا، اللي اتبنى على خطا واللي مشي ورا ميدو، هم سمعوا كلام ميدو جابوا لجنه الحكام سالوها، وده كان راي المهندس احمد مجاهد. الناس كلها عايزه تعرف لماذا تم او تمت عقوبه محمد الشناوي وتم التراجع عنها. الحاله دي يتم توصيفها طبقا للي موجود في لائحه العقوبات. الحكم قال ان هو توجه اليه اللاعب واتكلم معاه قال له انا كابتن الفريق بسالك على الانذار، يعني انذار احد اللاعبين. فهو الحكم هنا سبته وتوجهت، يعني سابه وراح يمشي ناحيه الاوضه، فقال له يعني استنى كلمني، ومسكه من ايده الحكم كده مسكه من ايده وجذبه من ايده. ده اللي قاله الحكم. وصفت لجنه اداره المسابقات الحاله تمام ان ده سلوك غير رياضي تجاه الحكم او احد مساعديه، لا يستوجب من اول السنه من المنشور من لجنه المسابقات اللي كانت موجوده كانت عامله منشور التعليمات لانها 4 مباريات. خلاص؟ تمام. لجنه اداره المسابقات او لجنه المسابقات ارسلت القرار 4 مباريات و20,000 كان، فهي بعتت الحاله على هذا الاساس. كان الناس برضه اللي بتقول الحاله ليه بسرعه؟ احنا تقريبا موجودين في الاتحاد بشكل يومي، الادارات بما فيها يوم الجمعه. تاني يوم في اليوم الثاني احنا كان عندنا المفترض ان احنا عندنا اجتماع، فسالنا لجنه الحكام سالهم سؤال مباشر، هو اللاعب لما حط ايده على الحكم بيكلمه بعد المباراه دي كانت تستوجب انه يكتب ولا انه كان يديله العقوبه الاداريه الانضباطيه؟ الاثنين اجمعوا الاول الكابتن وليد بحكم ان هو رئيس اللجنه قال هو الطبيعي انه كان يديله الانذار، والانذار هو اللاعب عنده انذار اول، فده في الحاله دي كان هيتحول الامر للطرد لسبب انذاره، ودي بتستوجب في اللائحه مباراه واحده. امال ازاي تم اتخاذه ان هو يعني سلوك غير او سلوك مشين؟ لا
ده اداره المسابقات. اداره المسابقات مش سلوك مشيه، سلوك غير رياضي، سلوك غير رياضي. وعلى فكره سلوك غير رياضي ده في القانون اللي هو الان سبورتنج بيهافير ملعب انذار، يعني واحد دخل على زميله بعنف او دخله جامده او طب ليه تسرعتوا باتخاذ القرار اربع ماتشات؟ ما حدش اتسرع، بس من غير ما نتشطر على بعض. تسرع في اتخاذ القرار، انا بقول لك اداره المسابقات بتمشي على طول طبقا للي عندها، طبقا للعنده الوحيده اللي طول عمرها بتمشي جواباتها ثم تعرض المحاضر هي المسابقات فقط. تمام المسابقات ماشت من وجهه نظرها الاتحاد انها شافت حاجه مكتوبه وصفتها طبقا للي موجود. طيب باقي الكلام اللي بقوله لك ده، يعني كل اللي فات انا كنت اتمنى مش هو ده المهم. اهم حاجه لما قال لك كان ممكن نكابر وما رضيناش نكابر لان مرتبط بحاجه اهم. طيب خش بقى في يا ريت دي تكون وضحت تماما. لكن تخيلوا بقى احنا بقالنا قد ايه في ال 600 حلقه اللي فاتوا دول بنعيد ونزيد في موضوع الاهلي والاسماعيلي وعلاقه الاهلي بالاسماعيلي، والاهلي ما بيخطفش لعيبه من الاسماعيلي وده احتراف ودي لعيبه انتقلت بره وما فيش حاجه اسمها كوبري المهندس عادل القيعي. كل ده بعد 600 حلقه لله الحمد والشكر الكابتن خالد الغندور بيدافع عن النادي الاهلي في قناه الزمالك. نشوف هنا، عايز بس اوجه للصديق محمد شيحه، يعني اتمنى ان انت ما تدخلش لاعب في نادي الزمالك في جمله مفيده، لان محمد عواد بقاله اكتر من 3 سنين بعيد عن النادي الاسماعيلي، لانه كان قبل ان ياتي لنادي الزمالك كان معارا لنادي الوحده السعودي وتالق هناك. ويمكن محمد عواد دخل لنادي الاسماعيلي تقريبا لا يقل عن 80 85 90 مليون جنيه، ما بين إعارة للوحدة ب 30 مليون، نادي الزمالك دفع محمد عواد 35 مليون بجانب 2 لعيبة. فكرة إن النادي الإسماعيلي بقاله فترة بعيد عن مستواه، وإن النادي الإسماعيلي بعد مرور سنتين من رحيل عواد مش عارف يجيب جون أو حارس مرمى، لكن طول الوقت إن احنا نحمل لاعب بيلعب في نادي آخر وطول الوقت نصدره للجمهور الاسماعيلاوي وهو طول الوقت بيروح النادي الاسماعيلي وبيروح الاسماعيليه واهله هناك والجمهور يتعامل معاه انه خاين مثلا، فلو سمحت للزميل والصديق محمد شيحه ما تدخلش عواد في جمله مفيده. ثم اذا كان عواد يتقاضى اجر مثلا 10 جنيه من نادي الزمالك، هل من المفترض انه يرجع الاسماعيلي ويتقاضى 5 جنيه؟ حد هينفعه؟ ده مستقبله ودي حياته وهو حر. حضرتك هتوفر له ال 10 جنيه؟ نكلم المهندس ابراهيم عثمان وتقول له عايزين ندي عواد 10 جنيه او 11 جنيه عشان يجي، لانه بيلعب في نادي كبير زي ما النادي الاسماعيلي نادي كبير، هو بيلعب ايضا في نادي كبير. فاتمنى ان طول الوقت عايزين نحمل اخفاقات النادي الاسماعيلي والشغل الاداري داخل النادي الاسماعيلي. عندما ينقلب السحر على ساحر يا استاذ ابراهيم، يعني هو نسي كان بيعمل ايه؟ ها يعني دي ده اختراع بتاعه، اللعب في العلاقات بين الانديه بين الاهلي والاسماعيلي دي لعبته، فيقول لك مش عايزين نلعب في العلاقات، والاسماعيلي بيداري اخفاقاته وبدا يهاجم. عمرنا احنا على فكره ما هاجمنا اسماعيلي بهذه الالفاظ، لا قلنا اخفاقات ولا مش عارفين تعوضه، ولا انت بياخد 10 وعايزه يرجع عندك في تهاكم ياخد 5، ادي كل حاجه بتبان على حقيقتها بس بعد مده. وكل اللي قاله بقى نسي انه كان بيقول عكسه مع النادي الاهلي. يعني كابتن خالد الغندور ايه اسماعيلي؟ كابتن محمد شيحه كان طلع قال مع الزميل سيف زاهر بيقول له ايه سبب الانهيار اللي حصل في فرقه الاسماعيلي؟ قال له بدات المشكله مع الاستغناء عن عواد. عواد ده كان الموسم اللي قبل اللي فات. فكابتن خالد الغندور بيقول له لا، ما تحملش الاسماعيلي موضوع عواد اللي بقاله سنتين. يا راجل ده انتوا بتحملوا الاسماعيلي، بتحملوا الاهلي مسؤوليه مشيان عماد النحاس واسلام الشاطر من 15 سنه، بقالكم 15 سنه
بتشيله الاهلي مسؤوليه كل نتيجه تحصل اللي ما مشوش على الاهلي اللي نفس المنطق. انا ليه بقول لكم خالد الغندور بيدافع عن الاهلي؟ نفس المنطق الاحترافي اللي كنا بنتكلم فيه في كل الوقائع. لا الزمالك عمل كوبري الجد علشان يجيب عواد من السعوديه، لكن الاهلي عمل. ولما اللعيبه انتقلت والاهلي ادى الاسماعيلي ورق كوتشينه، يعني الاهلي لما جاب عبد الله السعيد ولا جاب شريف عبد الفضيل ولا اللعيبه اللي اشتراهم من الاسماعيلي، ما هو دفع فلوس. ولا فلوس الزمالك في عواد غير فلوس الاهلي وادى لعيبه شريف عبد الفضيل ونفس الحكايه ادى لعيبه، لكن هو نفس المنطق. مع الاهلي يبقى كوبري وبريدج وتخريب وخطف، مع الزمالك يبقى ما تقربش من عواد وما تجيبش سيره اي لعيب موجود في الزمالك، لكن تجيب سيره الاهلي في كل حاجه عموما، وما تلعبش مع الجماهير لكن انا اخرب في العلاقه بين الجماهير. هي دي اللي احنا بننشده بين كل الجماهير، بالذات الكيانات الجماهيريه اللي ليها انصار وليها مشجعين بالملايين، اذا كان الاهلي الزمالك الاسماعيلي الاتحاد، هذه الانديه الشعبيه ليها جماهير، فحافظوا على علاقتها مع بعضها. وده كان كلام مهم جدا الحقيقه، ذكروا الكابتن على ابو جريشه نجم الاسماعيلي وفاكهه الكره المصريه النهارده وهو بيشكر الاهلي والزمالك. وطبعا زي ما قلت بشكر ال 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 قطبي الكره المصريه طبعا، الكابتن خطيب طبعا في النادي الاهلي والنادي الزمالك، الكباتن كلهم بيساعدونا يعني بصراحه، فربنا يسهل نقدر نوصل لحاجه، لانه احنا لقينا الموسم، وكان الموسم زي ما قلت الاسماعيلي كان خط الدفاع واضح انه دخل فيه 48 جول، ودي عمرها ما حصلت في تاريخ النادي. طيب كابتن علي، يعني افهم من كلام حضرتك ان كل فكان من الاولى ان انا اول السنه ارمم خط الدفاع. مظبوط مظبوط. للاسف احنا سيبنا لعيبه كمان في خط الدفاع، سيبنا اسامه ابراهيم وسيبنا بعض اللاعبين، فدي عامله مشكله طبعا يعني في خط الدفاع. بنحاول، والانديه بصراحه قطبي الكوره يعني بيعاونونا وبيساعدونا، وربنا سهل من هنا خلال يومين ثلاثه ده نقدر نعمل حاجه يعني. كابتن علي، افهم من كلام حضرتك ان الجهود اللي حضرتك بتعملها دي جهود بشكل ودي بدون منصب رسمي جوه؟ لا لا، بدون منصب. طبعا احنا كنا يعني كنا في زياره، كان المهندس احمد عثمان كان في زياره الزمالك، ورحنا امبارح قعدنا، وكان في طول الاسبوع اللي فات كلام وحوارات مع النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب وكابتن سيد عبد الحفيظ وكل يعني الناس كلها واقفه جنب الاسماعيلي. الحقيقه كابتن علي ابو جريشه تواصل معايا من اكتر من اسبوعين بشكل منتظم. تمام. ايه اللي ممكن يقدمه النادي الاهلي للاسماعيلي في الموقف اللي احنا فيه ده؟ قلت له انا اتصور ان الاهلي يقدم كل ما يستطيعه في هذا الامر، وسيبني اكلم الكابتن الخطيب وارد عليك. جميل. اول ما كلمت الكابتن الخطيب قال لي خليه يطلبني. كويس. فورا. كويس. قلت له كابتن علي، الكابتن الخطيب منتظر تليفونك. رجع بعد نص ساعة أو ساعة كلمني قال لي بسم الله ما شاء الله مكالمة رائعة جدا. ده الكابتن علي. الكابتن علي، وكان فيها تفاصيل وترشيحات ولعيبة وبتاع، والكابتن الخطيب تقريبا قال له اللعيب اللي أنت تقنعه أنا موافق عليه. اللعيب اللي انت تقنعه من الاهلي انا موافق عليه. اذا ما لدعم الاسماعيلي. لدعم الاسماعيلي. او بالاضافه ان انا هرشح لك عناصر مميزه جدا من عندي في الشباب. من الصاعدين اللي انا حاطط عيني عليهم اللي بديهم للانديه الثانيه وبيحققوا نجاح كبير جدا. كويس. فكلمني الكابتن علي مبسوط من الخطوه دي، اعتقد النهارده كان في تواصل من الكابتن علي ورئاسه نادي الاسماعيلي مع كابتن الخطيب، واتصور ان يكونوا وصلوا الى بعض الحلول. هي دي العلاقة، وهذا ما يجب أن يسود بين الكيانات الشعبية، بين الأهلي والزمالك وبين الأهلي والإسماعيلي وبين الأهلي والاتحاد. لكن نتمنى أن كل حد بيحاول يعبث في مثل هذه الملفات الشعبية يدرك خطورة اللعب بالنار وخطورة شحن الجماهير. كل ما ننشده أن احنا نحافظ على كرتنا، نحافظ على رياضتنا، نحافظ على بلدنا، ونحافظ على علاقات الأندية الشعبية وجماهيرنا ببعضها وجماهيرنا بكل مشاعرها. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما إن شاء الله. اصبحوا على خير.